بادرت المديرية العامة لتربية ديالى بهذه المبادرة التطوعية بنخبة من معلمات الصف الأول في تدريس التلاميذ الذين تأخروا عن الدراسة أو مستواهم ضعيف أو الذين يعانون من صعوبة في التعلم أو بطء في التعلم لمساعدتهم لتخطي العقبات اللي واجهتهم في القراءة ولتحسين قراءتهم لمواكبة زملائهم في العام الدراسي الجديد. هاي المبادرة انطلقت لمعالجة مشاكل كثيرة موجودة في مدارسنا، وهي ضعف القراءة والكتابة لأسباب عديدة من ضمنها جائحة كورونا وأسباب أخرى. التلاميذ وصلوا إلى مراحل وصفوف متقدمة دون أن يتقنون القراءة والكتابة. نتمنى أن تعمم هذه التجربة على جميع الأقضية وجميع المحافظات لمعالجة هذه المشكلة. وجدنا تعاون كبير من أولياء الأمور والأعداد كبيرة، لحد الآن التلاميذ 280 تلميذ والتسجيل مستمر. نتمنى الموفقية للجميع إن شاء الله. تبرع عدد من المعلمين والمعلمات بارك الله بهم بإعطاء هذه الدروس المجانية أيام العطل الرسمية، وهذه مبادرة الأولى في جمهورية العراق. محافظة ديالى المعلمين يداومون يوم الجمعة والسبت وأيام العطل، وهذا يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتطبيق العدالة ونشر النزاهة وتقديم أفضل الخدمات لأبنائنا التلاميذ ومكافحة التدريس الخصوصي.